معاكم في الفرافرة بتكلم على التركيبة المحصولية ومدى أهميتها، هتفرق كتير معايا وأنا بشتغل وبزرع كمستثمر عايز عائد من الأرض، وهتفرق كمان لو في نجاح لهذا المحصول. قدراً تقابلت مع المهندس عادل، عايز أتعرف عليه أكتر على طبيعة عمله وموجود معايا هنا ليه النهاردة في الفرافرة. برحب بحضرتك في البداية، تعرف بيك أكتر. وكل عام وحضرتك بخير. معاك عادل عيسى، استشاري زراعة المانجا وصاحب قناة ازرع مانجا. ازرع مانجا، واحنا بنتكلم النهاردة على وجودك في الفرافرة. الهدف من الزيارة، شايف ان انت بتتكلم على نوعية التربة، على المناخ، بتدرس الرياح، بتتكلم على سرعتها. هل المانجا هنا هتجود؟ المانجا طبعا عشان تنجح المانجا لها عدة عوامل. اول حاجة طبعا الارض، وهنا بتمتاز ارض الفرافرة بان هي ارض جيدة جدا، ارض غنية جدا بالعناصر. لو حضرتك بصيت للمنظر اللي احنا فيه دوت، الارض ديت ارض تربة رملية خليطة بزلط، فدوت بيديها نفاذية محترمة، بيديها نفاذية محترمة، وفي نفس الوقت بيدي ان التربة ديت تربة غنية جدا، فديت الميزة الاولانية ان التربة جيدة جدا. تاني حاجة موضوع المية، احنا عندنا عشان ينفع زراعة المانجا وتنجح زراعة المانجا لازم يكون ملوحة المية اقل من 1000 جزء في المليون. هنا ما شاء الله ملوحة المية 300 جزء في المليون، وديت المية الايه، المية العذبة، ودوت حاجة ممتازة جدا لزراعة الايه، لزراعة المانجا. تالت حاجة بقى واللي انا جاي هنا عشان خاطرها بالظبط، هو موضوع المناخ. احنا عارفين ان احنا عندنا تغيرات مناخية، بدأ طريق اسكندرية تتأثر بالتغيرات المناخية، بدأت اسماعيلية تتأثر بالعفن الهبابي والحشرات القشرية والمشاكل الكتيرة، فبدأنا نتجه على اماكن جديدة، والاماكن ديت ان شاء الله باذنك يا رب هيكون في تعاقد مع مصدرين بره ان شاء الله باذنك يا رب، ودول بره. متابعيني عارفين ان انا ليا علاقات قوية جدا بره مصر، وكان لنا قبل كده كذا مرة تصدير لكذا دولة بره، فهيكون عندنا المشروع دوت ان شاء الله باذنك يا رب. بيمتاز ان هنا طبعا الامراض الفطرية مش موجودة لان درجة الحرارة مرتفعة ومستوى الجفاف عالي. لو جيت اتكلم على المناخ هنا مناسب للمانجا؟ المناخ هنا ما شاء الله ممتاز جدا. المناخ المانجا بتحب درجة الحرارة مرتفعة ومع مستوى جفاف عالي، ودوت كمان بيديني ميزة جميلة جدا ان درجة الحرارة مع مستوى الجفاف العالي بينشط هرمون اسمه هرمون الإيسيلين اللي هو مسؤول عن عملية النضج داخل الثمرة. فهنا النضج بيجي قبل اسماعيلية وطريق اسكندرية بحوالي ايه، بحوالي شهر. الناس اللي بتقول طب انت كده بتزرع مانجا كتير ده هيبقى فيه مشاكل في التسويق، لا، هنا هيبقى في وقت غير الموجود على طريق اسكندرية وطريق اسماعيلية. احنا محتاجين مساحات اكبر وانتاج اكبر لان احنا عندنا سوق كبير، بنصدر، بننتج منتج جيد. طيب شايف ممكن نزرع أصناف إيه هنا؟ الأصناف اللي هتبقى ممتازة جدا هنا طبعا بالتعاون مع شركة الفلاح، لأن طبعا ده هيبقى مشروع ضخم، واخترت المكان ده بالذات عشان هيبقى مكان كبير، مساحة كبيرة نقدر ان احنا نتحكم فيها، لأن طبعا ان شاء الله بإذنك يا رب هيكون البرنامج بتاعنا أورجانيك عشان نقدر نسوق ونخترق السوق الأوروبي ان شاء الله بإذنك يا رب. فان شاء الله افضل الأصناف هنا هتكون الأصناف المبكرة، لأن هنا طبعا احنا قلنا ان درجة الحرارة مرتفعة فبتنشط هرمون الايه، الإيسيلين اللي هو هرمون النضج، فانا محتاج أصناف مبكرة عشان اقدر اغزو بيها الايه، اغزو بيها سوق مصر والسوق العالمي ان شاء الله باذن الله.